انا عايز بس ارجع حضراتكم للشكل. لما ارجع للشكل الاقي هذا هو الحوار الوطني للقوه السياسيه المصريه بكافه انتماءاتها، افكارها، ايديولوجياتها. 19 دول بيشكلوا الامانه العامه للحوار الوطني المصري. هي انا حتى الان مش عارف لماذا تم هذا الاختيار، هذا المكان الضيق جدا، الترابيزه قدام حضراتكم دي. ما اعرفش يعني، انا اعرف ان اكيد بقى في وكالات انباء عالميه، في اهتمام دولي، في كاميرات. ثانيا التصوير كان تصوير فقير جدا، يعني النقل الاعلامي كان فقير حقيقي. الرساله دي عايزين نوصل منها ايه؟ رساله ان هي عالضيق مثلا، هو حوار عالضيق يا دوبك كده في الاوضه حضراتكم، معلش على قد يا جدعان النهارده. ما اعرفش هل هذه الاكاديميه ما فيهاش قاعات تليق بهذا الاجتماع وتدشينه؟ ما اعرفش. انما بدا الاجتماع متواضعا في شكله، متواضعا في مساحته وفي حجمه، وبالتالي حتى هم الناس هي حطوا فقط يعني ازازه ميه امام الناس. انما خلونا ننتقل من الشكل الى المضمون. ليه بقول لحضرتك ان الامال التي كنا ننشدها وكانت عماله تبلغ جوانا الافاق في بداية انطلاق هذا الحوار بدأت شيئا فشيئا فشيئا تنخفض، حتى وصلت إلى مستوى يعني من التقزيم لا يجعلنا مستبشرين بهذا الحوار الوطني. الأسباب كثيرة جدا، وإحنا شرحناها وقلناها من خلال ال 19 واحد اللي تم اختيارهم بدون أي نسبية بين القوى السياسية أو بين الأكاديميين أو النواب أو الصحفيين والإعلاميين أيا كان. إنما النهاردة حضرتك أنا كنت متوقع أن هناك بلورة، هناك مفهوم، هناك أجندة واضحة. إنما ما تم خلال اليوم وعلى مدار اليوم كان حقيقة يعني كان كله عبارة عن تجهيز والكلام عن اللائحة. إذن هم هيبدأوا لسه من الصفر. وأنا أعلم كراجل بقى معلش شاركت في لوائح كثيرة في المجتمع المدني، إن عشان تحط النهاردة طلبه النهاردة حطه بلائحة لهذا الحوار، وده شيء على فكرة رائع وممتاز جدا. بس حتى تضع لائحة ده انت يعني يوم ما تكون راجل يعني زي ما بيقولوا يعني عطل في اللوائح عايز اسبوعين على الاقل. هاجي بقى مرة اخرى على السادة الحضور وكلمتهم، وده اللي يهمني انا شخصيا. هنا هيبدأ لأول مرة احنا بقى كإعلاميين، كمصريين، كوطنيين، كمشتاقين ان احنا نرى مصريين معبرين عن الشعب بحق، صوت المحكوم وليس صوت الحاكم، هنبدأ نفرز. وعشان كده خلونا في الشارع المصري هنعرض برضو قدام حضراتكم ما يقوله هؤلاء، سواء الذين يريدون يعني ذهب المعز أو الذين يريدون فقط رضاء الشعب وأمال الشعب. أول كلمة حقيقة كانت من الكلمات الموجودة الآن اللي يعني فيها الكثير جدا من الرضا العام، هي كلمة الحقوقي الأستاذ نجاد البرعي، وهي ذات المطالب التي طلبت بها القوى الوطنية المصرية الخاصة بالانتباه إلى أن احنا الآن يجب أن ينتبه كل واحد يتخلى عن خلفيته السياسية، ويجب أن يكون الحوار يمثل المجتمع المصري كله تمثيل حقيقي وليس تمثيل أيديولوجي أو بخلفية سياسية. شوف الأستاذ نجاد البرعي هو الحقوق الوحيد في هذه الأمانة، لأنه أيضا كتب بوست على الفيسبوك قبل ما يحضر هذا الحوار كان رائع جدا. بصرف النظر عن تشكيل الأمانة الفنية، فمن الواضح أن دورها هو تيسير الحوار والوصول إلى حلول توافقية، وبالتالي فأنا أرجو من كل أعضاء الأمانة الفنية أنهم يتخففوا قليلا من مواقفهم السابقة على العمل. قصدك مجلس الأمناء؟ مجلس الأمناء متأسف أنهم يتخلوا خلط بين الأمرين متواصل له فترة، ماشي، يتخففوا قليلا من المواقف السياسية السابقة، لأنهم سيضطروا إلى طرح حلول توافقية مع قوى
مختلفة، وبالتالي دي أساس. بالنسبة إلي أنا لازلت مصر على أمرين، هذا حوار سياسي بالأساس، محاولة إغراق الحوار بقضايا فرعية من أول نعمل إيه في التوك توك لحد ما نعمل إيه في مش عارف إيه، أمر لن يؤدي إلى شيء. هذا يتعلق بالعلاقة ما بين المكونات السياسية داخل هذا المجتمع، كيفية تشكيل القوى السياسية فيه، كيفية التمثيل السياسي فيه، كيفية العمل وفق الدستور والقانون. الأمر الثاني، وبالتالي مع كل التقدير للقضايا الاجتماعية الكثيرة جدا المطروحة على هذا الحوار. أستاذي وأفتخر به طبعا، صديقي وأستاذي وحبيبي، وأنا أيضا صديقي وأعتز به. لا لا أولا مفيش كرافطة، خد بالك بقى، كله كرافطات وجواب، مفيش كرافطة، أنا راجل عادي. رسالة، لو الكلام نفسه مش مزين. اتنين، مفيش رسمي، كلام واضح وصريح، جايب بدلة مخططة. تلاتة، الموضوع سياسي، هنشتغل في الموضوع السياسي ولا نقعد فاهمني يا أستاذ أحمد يعني إيه، ولا هنقعد بقى نتكلم في التوك توك والبتاع. أصل هم يا جماعة برضو من ضمن الحاجات اللي ليها علاقة بالشكل، القضايا اللي عايزين يناقشوها واصلة لمرحلة بقى الراجل لما يطلب مراته يعمل إيه، يعني تفاصيل كثيرة جدا 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 بره المتن الرئيسي للحكاية. في برضو كلمة مهمة جدا تحدث بيها الأستاذ عبد العظيم حماد الإعلامي والصحفي الكبير، في الحقيقة دعونا نستمع إليها. الاتفاق عليه، كما تؤكد الحركة على أنه ليس من المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وننوه هنا إلى رفضنا لاستمرار حملات القبض على معارضين في الأيام الأخيرة. في نفس الوقت فإننا في انتظار ما يسفر عنه اجتماع الأمانة العامة بخصوص تحديد صلاحياتها والاتفاق على آليات الحوار، وكذا نحن في انتظار الإفراج عن المحبوسين ليشاركوا في جلسات الحوار مع بدايتها رسميا. طبعا الكاتب الكبير عبد العظيم حمادي أحمد من الكتاب والصحفيين اللي طالما حقيقة قلمهم قلم نظيف، وأيضا معبر عن قضايا وهموم الوطن، رجل تاريخه الصحفي حقيقة تاريخ مشرف. وهذه أيضا قدام حضراتكم كلام واضح، كان متفق القوى الوطنية متفق على مجموعة من المبادئ، المحددات، الاشتراطات، المعايير، أن يبدأ هذا الحوار وقبل أن يبدأ الإفراج عن سجناء الرأي وعن المعتقلين. وهو هنا يتساءل، لا يزال الحوار النهاردة، الجلسة تنعقد لأمانة العامة الحوار، وهناك اعتقال للناس، هناك اعتقال للمواطنين، اعتقال للمصريين، أجواء لا تبعث على تفاؤل. هي اللي أيضا يعني أشار إلى هذا بدقة بالغة الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. تكلم أيضا على مسألة الحوار اللي بدأوا فيه ده النهاردة، ده شغال في ظل ما في الناس لسه بتعتقل عشان كاتب مش عارف ايه على الفيسبوك، أجواء. عشان كده في البداية أنا بقول لأحمد، أنا يعني شايف ضآلة هذا الحوار مع انطلاقه وتقزيمه، الأجواء يا سيدي كلها بتقول إن النظام غير جاد، لا يتعاطى جديا مع مثل هذا الحوار. النظام يريد مناظر والشعب يريد قصة، فلنذهب إلى القصة وما قاله الدكتور عمرو هاشم ربيع. تعلق بالأمور الخاصة بقانون الطوارئ ولا قانون الإرهاب، لا ده في تجاوزات بتتم حتى لهذه القوانين المعيبة يعني، أو اللي فيها بعض المثالب الأساسية، فمحتاجة أيضا يعني إصلاح تشريعي معتبر يعني، بحيث أن يكون فيه هناك وقفة. لازال هناك يعني الناس زي ما قيل بيقبض عليهم، وبعد الدعوة للحوار الله، طب هذا ما هي الجدوى يعني؟ كنا بندعو للإفراج وبندعو للإفراج قبل البدء العملي، وتحت ذرائع الانضمام لجماعة إرهابية، وناس أنا أعرف ناس منهم ما يعرفوش يقروا الفاتحة يعني. فكل هذه الامور وامور اخرى انا اتصور انها مفيده جدا، وطبعا متعلقه طبعا نفس المعنى تقريبا قاله الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس الشورى، وتحدث بوضوح شديد جدا حول المشكلات، وتمنى الافراج عن اصحاب الراي.
مواجهة تحديات كثيرة وصعبة، خصوصا الأزمة الاقتصادية اللي هي بتعصف بعدد كبير جدا من دول العالم. ان يبقى عندنا، اتمنى ان احنا نقدر كمان نصل الى مناقشات تؤدي الى مجموعة من نتائج اهمها كما تفضل بعض، اطلاق سراح المحبوسين، اكبر عدد من المحبوسين الذين لم تترطخ ايديهم بالدماء، ان تكون هناك، ان نتمكن من الوصول الى حريات، اكبر قدر من الحريات للاعلام المصري الذي سيكون ممهد لحلول كثيره جدا ويكون عين لصانع القرار في اتخاذ القرارات الصحيحه. هي من افضل شيء في اذاعه هذه الجلسات على الهواء مباشره ان يرى الشعب من ينافق السلطه ومن ينحاز الى هذا الوطن، وده شيء مهم جدا. ان من اسوا ما حدث في مجلس النواب سواء الدوره اللي فاتت او الحاليه ان هم رفضوا بث الجلسات لمجلس النواب حتى لا يعرف الشعب ماذا يقول نواب الشعب. فالان الحكم هو المجتمع. الامانه اليوم، امانه الحوار الوطني التي اجتمعت والتي ناقشت الخطوط الاولى والعريضه لهذا الحوار، هي في كلمات رائعه واصابت الهدف، وفي كلمات برضو كانت هي ملاش محل. منها ما قال الاستاذ زياد الدين رشوان وما سوف نعرضه الان، ان هو بدا يبني الاستاذ زياد رشوان ان هذا الحوار الحالي هو اعاده لروح تحالف 30 يونيو. يا استاذ ضياء، روح 30 يونيو طلعت فوق، كل شركاء 30 يونيو دخلوا المعتقلات، تفرقوا، طردوا، تم الاجهاز عليهم. ولماذا لا يكون يا أستاذ ضياء هذا الحوار الوطني يعود إلى روح 25 يناير 2011، روح يناير الحرية والكرامة والعدالة والعيش، كل ما اتفق عليه الشعب في يناير، لماذا هي تذهب إلى 30 يونيو؟